السلام عليكم. قام اليوم مدرب الفريق الوطني سيد جمال بالماضي بمعاينة أرضية ملعب 5 جولية، وقد صرح للصحفيين برضاه عن النوعية التي وجدها عليها أرضية ملعب 5 جولية، وثمن المجهودات التي قامت بها المسيرين تاع الملعب في الأيام الأخيرة لتحسين هذه الأرضية. وللتذكير، سيقوم الخضر في الأيام القليلة القادمة مقابلة رسمية أمام فريق زيمبابوي، وذلك في لتصفيات كأس إفريقيا. والسلام عليكم.